هذا السائل يقول: أتيت إلى إحدى الدول للدراسة وبدأت العمل في أحد المطاعم لتغطية مصاريف الحياة. طلب منا صاحب المطعم عدم الأكل من الطعام المتبقي وعلينا القيام برميه في حاوية النفايات. وسؤالي للشيخ: هل يجوز لي أن أستفيد من الأكل المتبقي أم علي رميه في حاوية النفايات، مع العلم بأن الأكل صالح تماما للاستهلاك ومذبوح وفق الشريعة الإسلامية؟ لا يجوز لكم رميه وأنتم آثمون، ولا تطيعوه في معصية الله. هذه معصية أن يرمى الطعام الصالح للأكل وفيه من يحتاج إليه أمثالكم، هذا معصية، فلا تطيعوه في ذلك، وكلوا من الطعام المتبقي الذي يقول لكم ارموه ولا تأكلوا منه. نعم.